الذي سجل هاتريك في مرمى الوصل وهو الذي سيتقدم الآن لقص الشريط هذا اللقاء قوية. الله، الجماهير تحتفل قبل أن ينفذها الهداف لأنه لابا 1-0 يتقدم الزعيم من علامة الجزاء بكرة استقرت في وسط المرمى بحثاً عن وصول إلى دور الأربعة. الشوط لا يغرب إلا بشروق عيناوي، الرقم 9 يحضر في المناسبات الكبرى علامة الجزاء 1-0 يتقدم من خلالها العين عن طريق لابا بانتظار ما ستسفر عنه دقائق هذه المباراة المتبقية في شوطها الثاني. كرة يطلبها راميرو، يرسل كرة عالية، الله على التهيئة، الله على الوقوف، الله على السيطرة، الله على الهداف. للهداف طريقة واحدة لإعلان توقيعه، جول بيرتو، أوليفييرا يعلن عن نفسه اليوم ويسجل في اليوم الكبير ويسجل في اللحظة الأهم هدف يأتي عن طريق الهداف أوليفييرا. ويا للذكريات يا أوليفييرا، بالصدر إلى أراوكو، انظر إلى الهداف، للهداف بطريقة واحدة لإعلان توقيعه. الفهود يعودون. أنا ما أقول بأن للوصل تواجد في الشوط الثاني، للوصل رغبة في الشوط الثاني، للوصل وصول وكرات ثابتة وضربات ركنية. الفرصة تعود من جديد. سالم العزيزي، الكرة العالية من سالم العزيزي، يا سلام، الله على التمريرة، الله على التصويبة، يا رب أجمل من الوصل، طريقة الوصل، توقيت الوصل، هدية جول بيرتو في الوقت الأخير، الهدف الذهبي من الهدف الذهبي، أوليفييرا الجديد، يشعل الزعبين ويصيبهم في مقتل. الله على الفهود، الله على الوقت الأخير، الله على الذهب. الهداف له طريقة واحدة لإعلان توقيعه، ويا لها من طريقة، ويا له من توقيت، ويا له من استلام، ويا لها من نهاية، ويا لها من يسرى. جول بيرتو، هداف جديد في دورينا بقميص الأصفر الكبير. الله يا جول بيرتو، 2-1، هدف يساوي بطاقة تأهل إلى دور الأربعة، كرتين فقط.